400 متر تفصلنا عقدت النهاية بغيادة هوايل. فهذا مسافة ابو سعيد الخيارين تبي تباعد المسافة. يلا يا ابو سيف 300 متر اخيرة، حرك شوية يا ابو سيف، حرك شوية هوايل. يا شاء الله تبارك الرحمن يا ابو سيف. سلام يا ابو سيف من ال 200 متر بسلم على ابو سيف. سلام يا ابو سيف، سلام سلام هوايل، سلام. تهانينا من هذا الموقف هوايل وفهد بن سيف ابو سعيد الخيارين. هذه هي ترقص وحيدا وعليها الرقم واحد وهي في المدرج واحد. سلام يا ابو سيف، سلام سلام هوايل، سلام. تهانينا والف مبروك لمالك هوايل فهد بن سيف ابو سعيد الخيارين. المركز الثالث كان من نصيب هنالك الذيب مبارك بن محمد بالدهن، والمركز الثالث كان من نصيب الفايزه وجابر المري. 500 متر أخيرة متحدية يا ولد الشريف، مهلك الناموس، مهلك التحدي. الشوط الأول غير يا ولد الشريف، ولكن أرصد لي مصورنا وصلوا الغادمين. الوحش وصل ومحمد بن سالم أربيط الله وصل هنا إشاقر ومحمد أبامنا، ولكن مهلك 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 يا ولد الشريف. 200 متر أخيرة، 200 متر أخيرة. أشرد يا شارد، وصلك يا ولد الشريف، وصل الوحش ليكون وحش ليكون التحدي، ولكن مهلك مهلك يا ولد الشريف. درك لله، سلام يا الحويد، سلام. الله الله يا الوحش في الأمتار الأخيرة، الوحش ومحمد بن سالم الأربيط. تهانينا. والمركز الثاني كان من نصيب مهلك الصديق الشريف اللحوي، والمركز تحاول ولكن وصلوا الجماعة قادمين. ارصد لي مصورنا المركز الثالث، وصلت شوق وشعيل بن عبد الله الحمران. الله الامتار الاخيرة، الامتار الحاسمة، الامتار الثقيلة. شوق وشعيل بن عبد الله، وشعيل بن عبد الله، ولكن ثاني الاسماء، ثاني الاسماء الذيبة ومبارك بن محمد بالدهن. والأمتار الأخيرة 200 متر أخيرة، 200 متر متحدية هنالك. شوق شوق شوق، الله الذيبة وشوق. 100 متر أخيرة، 100 متر متحدية. الله الذيبة بالدهن بالدهن بالدهن، سلام يا بالدهن، سلام. الله يا بالدهن، تهانينا وألف مبروك لمالكي الذيبة مبارك بن محمد بالدهن. المركز الثاني كان من نصيب شوق وشعيل بن عبد الله، والمركز الثالث كبيرة ولكن اليورو 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 وسعادة حامد بن مايقة الأحباب. طار اليورو، طار اليورو، نقول 400 متر أخيرة. اليورو 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 وهجام، هجام واليورو. الله اليورو وسعادة حامد بن مايقة الأحبابي. الله يا الأحبابي، الله يا اليورو. 200 متر أخيرة، 200 متر ثقيلة، ولكن هجام هجام. الله يا هجام، ولكن اليورو. بسلم على بن مايقة، بسلم، نقول سلام يا بن مايقة، سلام. سلام يا بن مايقة، سلام. سلام يا اهالي العامريه، سلام. ولكن الامتار الاخيره اليورو وهجام، اليورو هجام، ولكن اليورو ولكن هجام هجمته قويه. تهانينا لمالك هجام شعيل بن عبد الله. والمركز الثاني كان من نصيب اليورو لسعاده حامد بن مايقة الاحبابي. والمركز الثاني الاخيره او من 400 متر الاخير للسيد ناصر ابن راشد، راشد بن ناصر الجبر النعيم على فوز الشاهينيه، لو لم يكن لابن سفرار اخر، ولكن طارت الشاهينيه بالمركز الاول كما تعودنا من هذا الشعار على العديد من الاسماء والعديد من السبق. هذه الشاهينيه الحفل الكريم في اول المراكز للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي. ان قلت تهانينا والناموس اما يسكن مالك هذا الشعار. هذه الشاهينيه الحفل الكريم كما عهدنا على ظهر حماس وعلى ظهر التماس والعديد والعديد من الأسماء. هذه شاهينية الحفل الكريم للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي.
انتزعت المركز الاول. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز الشاهينيه بالمركز الاول السيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي. اما اللي في ثاني المراكز وصلت الوجبه للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري، وفي عفيف سعد بن عجيان المري على اول المراكز. عفيف راعي الانجازات، وهذا شعار خطاب وشعار العديد والعديد من الهجنه السبق. يا سلام، الله الله يا عفيف، عفيف على اول المراكز، سعد بن عجيان المري. يا سلام يا سلام يا ابو عجيان على هذا الاداء، اداء عفيف. ولكن خلاص ارجوك ارجوك لا تحركه لا تحركه يا ابو عجيان، خلاص خلاص. هذا هو عفيف، عفيف على اول المراكز وبعيد كل البعد من باقي المشاركين. يا سلام يا عفيف. وفي رصيده عدة سبقات سعد بن عجيان المري على اول المراكز، ثاني المراكز ثاني المراكز كان القدوم من الذيب مبارك بن محمد الدهن، وثالث المراكز متر الأخيرة. هذه الظبي على أول المراكز عبد الله بن علي الهاجر. يا سلام، والعصف الأبطان والعصف الأبطان. عذرا، نعم، الظبي عبد الله بن حمد ابن ملهية المري. يا سلام يا ابن ملهية، هذا هو ابن ملهية على اول المراكز، الظبي عبد الله بن حمد ابن ملهية المري. اشكرك اشكرك يا ابو حمد على اداء الظبي، هذه الظبي والعصف الابطان محنطة تحنيط. يا سلام يا راعي الظبي، اشكرك اشكرك على اداء الظبي عبد الله بن حمد ابن ملهية المري. تهانينا و المبروك. ثاني المراكز نرى اول ندى، نعم، خيال سالم بن دخيل الله المري، وثالث المراكز الظبي حمد بن علي الشراب المري. توقيت نعود الى اول المراكز، نعود الى الفايز، الفايز وشاهين، شاهين والفايز، الفايز وشاهين، شاهين والفايز. يا سلام الله، الفايز الفايز ولكن شاهين. نرى رياض، رياض وصل رياض، هذا رياض جار الله بن سالم ابو شريده المري، ينتقل من ثالث المراكز الى اول المراكز، وشاهين على ثاني المراكز. هذا هو شاهين، شاهين، نعم، زايد بن محمد الخياري. شاهين ولا رياض، رياض ولا شاهين، شاهين ولا رياض. نرى الفايز، الفايز شاهين، رياض الفايز، شاهين رياض الفايز، الفايز الفايز. يا سلام الله، هذا هو الفايز على اول المراكز علي بن سعيد المري. ثاني المراكز رياض جر الله بن سالم بشريدة. كلام آخر، ولكن من هذا الأداء بسلم على أبو راشد. 400 متر أخيرة، 400 متر، الله الواعية وصالح بن راشد. نقول سلام يا أبو راشد، سلام 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 على هذا الواعية ووعت الواعية. سلام أبو راشد، 200 متر أخيرة، 200 متر، نقول خلاص كملت الواعية وبسلم. سلام سلام عليك يا ابو صالح، سلام، تهانينا تهانينا من هذا الموقع، 100 متر اخيره، تهانينا والف مبروك لمالك الواعيه وصالح بن راشد، تهانينا. وخدت النهايه، رحب الواعيه وصالح بن راشد على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني كان من نصيب الشاهينيه وسعيد بن شافي الشهواني، المركز الثالث كان من نصيب شديده وصالح بن بريك بن هليل ابو فارس. والعصف الابطان، الله الله، تهانينا من هذه اللحظات من ال 400 متر الاخيره لصاحب الخرطوم عبد الرحمن ابو فارس. لا خطوره لا خطوره لا خطوره على الخرطوم. يا سلام، التهاني تتوجه الى الخرطوم، الله، تتوجه إلى عاصمة السودان. تهانينا والمبروك يا عبد الرحمن أبو فارس.
لانتزاع الخرطوم للمركز الاول بدون اي تعليمات تذكر، بدون اي تعليمات. يا سلام يا الخرطوم، تهانينا تهانينا والف مبروك لصاحب الخرطوم عبد الرحمن ابو فارس. ثاني المراكز كان القدوم من قبل الجبر النعيمي، خامس او رابع المراكز الشاهينية راشد او الشاهينية مبارك بن محمد بن سعيد النابت، ولكن نعود لاول المراكز معزة معزة على اول المراكز الشاهينية قادمة قادمة. يا سلام معزة والشاهينية، ابا 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 الله الله، معزة ولا الشاهينية؟ الشاهينية ولا معزة؟ معزة هي الاقوى، معزة هي الاقوى. جابر بن مدعم المنقس، ولكن الشاهينية مبارك بن محمد بن سعيد النابت، ولكن معزة معزة قفلت الشوط، ولكن الشاهينية خطيرة خطيرة، الخطر من الشاهينية، ولكن معزة 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 معزة. جابر بن مثعب المنقز، تهانينا والف مبروك لصاحب معزة جابر بن مثعب المنقز. ثاني المراكز الشاهينية مبارك بن محمد بن سعيد النابت، ثالث المراكز الدوحة تميم بن سالم المري التوقيت الزمني، ولكن ثاني المراكز جلمود جلمود خطير، جلمود جلمود ولا الشحاني؟ الشحاني ولا جلمود؟ جلمود ولا الشحاني؟ ل 400 متر الأخيرة، ل 400 متر الخطيرة. يا سلام، ولكن الشحاني 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 الشحاني، ولكن جلمود خطير، لا خطورة إلا من جلمود، لا خطورة إلا من جلمود. نرى شاهين على ثالث المراكز، ولكن الله الشحاني الشحاني، ولكن جلمود جلمود جلمود. يا سلام، سالم ابن دلهم الهاجري، سالم بن ناصر ابن دلهم الهاجري، جلمود والشحاني، الشحاني وجلمود، ابا 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 الله، الشحاني جلمود جلمود، الشحاني الشحاني ولا جلمود؟ جلمود ولا الشحاني؟ الشحاني ولا جلمود؟ جلمود ولا الشحاني؟ يا سلام، دخول جماعي من بين الشحاني ومن بين جلمود. ثالث المراكز السعدي محمد بن جابر المطوع النابت التوقيت الزمني، ايضا محمد بن مبارك ابن هامل المري. يا سلام، ولكن الغزيل الغزيل على اول المراكز ال 300 متر الاخيره، الناموس وين؟ الناموس وين؟ وين الناموس؟ يا سلام، الغزيل الغزيل على اول المراكز، الشاهينيه تحاول الشاهينيه تحاول، ولكن الغزيل هي الاغرب، الغزيل هي الاغرب، الغزيل الشاهينيه. نرى التدخل من قبل هذه جباره جيب بن علي المري، الله جبارة جبارة، ولكن الغزيل أو الشاهينية زايد بن محمد الخيارين. الشاهينية ولا الغزيل؟ الغزيل ولا الشاهينية؟ الشاهينية ولا الغزيل؟ يا بابا 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 والله، الشاهينية الغزيل الشاهينية، ولكن الغزيل الغزيل على أول المراكز، جابر بن علي بن ضرمان المري. ثاني المراكز الشاهينية زايد بن محمد الخيارين، ثالث المراكز أول الواصلين الذيب 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 مبارك بن محمد الدهن. ونرى صوغان صوغان والذيب، ولكن الذيب 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 على أول المراكز مبارك بن محمد الدهن، ولكن نرى اليورو 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 اليورو، هذا هو اليورو يقلب الطاولة في الأمتار الحساسة في الأمتار الأخيرة، اليورو والذيب الذيب واليورو، ولكن اليورو 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 اليورو. سعادة حامد ابن علي ابن مايقال احبابي، ولكن الذيب الذيب واليورو الذيب واليورو اليورو والذيب الذيب واليورو الذيب اليورو 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 ولا الذيب؟ الذيب ولا اليورو؟ الذيب، ولكن اليورو. نعم، سعادة حامد ابن علي ابن مايقال احبابي، ثالث المراكز كان القدوم من الذيب مبارك بن محمد الدهن المري. أحذر من الخطورة، يا سلام الشاهينية، سالم من دخيل الله المري، ولكن عفاريت عفاريت، يا سلام محمد بن عبد الهادي بن جهمان البريدي، يا سلام عفاريت، ولكن الشاهينية الشاهينية ولا عفاريت؟ بابا بابا والله، الشاهينية الشاهينية عفاريت عفاريت، الشاهينية عفاريت عفاريت، الشاهينية يا سلام عفاريت عفاريت عفاريت، هذه عفاريت، ولكن الشاهينية الشاهينية عفاريت عفاريت.
عمارين عمارين هذه عمارين محمد بن عبد الهادي ابن جمال البريدي اخر 300 متر تابعوها طارت اكثر جمهورها الاربعه تهانينا والمبروك لصاحب عمارين محمد بن عبد الهادي ابن جمال البريدي والعصافه البطان محنطه تحنيط تهانينا والمبروك ثاني المراكز كان القدوم من الشاهينيه سالم من دخيل الله المري وثالث المراكز اسماء حاضرة شاهين ومحمد بن عبد الله بن ناصر ولكن لنا عودة 400 متر تفصلنا عن خط النهاية الله شاهين وسالم بن محمد المحميد المري الله صدرت الأوامر صدرت الأوامر شاهين ورياض الله رياض وسعادة حامد بن علي بن مرق الأحبابي 100 متر أخيرة 100 متر ثقيلة نقول سلام بسلم على الأحبابي سلام يا الأحبابي سلام سلام رياض سلام تهانينا لمالك رياض سعادة حامد بن علي بن مرق الأحبابي والمركز الثاني كان من نصيب شاهين وسالم بن محمد المحميد والمركز الثالث كان من نصيب هنالك شاهين محمد بن عبد الله بن ناصر التوقيت الزمان بن راشد الزمات ولكن الله يا الشاهينية ومحمد بن ناصر بن عبد الله وبن هليل غادم بن هليل 400 متر أخيرة 400 متر ثقيلة يا الزمات ثقيلة يا صالح الله كنز ولكن الشاهينية ومحمد بن عبد الله الله الأمتار الأخيرة كنز والشاهينية والزمات وعبد الله ولكن الشاهينية ومحمد بن عبد الله بن ناصر سلام يا أبو ناصر سلام يا عبد الله سلام يا الشاهينية تهانينا لمحمد بن عبد الله بن ناصر على فوز الشاهينية بالمركز الأول والشوط الأول الرئيسي المركز الثاني كان من نصيب كنز وصالح الزمات والمركز الثالث بن تلباز وعبد الله بن طالب بن هليل أسماء وصل هنا شاهين وحسين بن محمد من يقدم شاهين وثالث الأسماء هنالك مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء قدوم مباشرة ولكن نرجع ونلحق المقدمة والصدارة مبعد وسالم بن جار الله العيسى الله 400 متر أخيرة 400 متر تفصلنا عن قتل النهاية والعصف البطان سلام يا مبعد سلام 100 متر أخيرة خلاص بسلم سلام يا أبو جار الله سلام يا سالم يا بن جار الله العيسى تهانينا وألف مبروك لمالك متعب والعصف البطان تهانينا لمالك مبعد سالم بن جار الله العيسى المركز الثاني كان من نصيب مشاهدينا الكرام شاهين وحسين بن محمد المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام بن عبد الله بن ناصر يلا 500 متر اخيره الله وصل بستان مع الشاهينية وسعيد بن ستان وبيان ولكن نرجع 300 متر أخيرة بقيادة الشاهينية ومحمد بن عبد الله بن ناصر الله يا ابو عبد الله حرك شوية 200 متر أخيرة والعصف البطان وترقص وحيدا وحبيبات الرمل تتطاير تحت أقدام الشاهينية ومحمد بن عبد الله بن ناصر سلام يا ابو عبد الله سلام والعصف البطان تهانينا لمالك الشاهينية محمد بن عبد الله بن ناصر والعصف البطان المركز الثاني شاهينية سعيد بن ستان المري والمركز الثالث بيان لسي سلطان بن سالم بن خجيم العزبة تهانينا لك هذا هو بديع أيها الحفل الكريم هذا هو بديع للسيد سالم بن دخيل الله المري في هذه اللحظات في أول المراكز ومسيطر بديع ولكن شاهين يحاول في هذه اللحظات يغلى الانتزاع المركز الأول هذا هو شاهين أيها الحفل الكريم وطار شاهين بالمركز الأول والناموس للسيد أحمد بن زايد بن طرجم السهلي هذا هو شاهين أيها الحفل الكريم انتزع
فاز على المركز الاول وسيطر سيطره تامه. نقول تهانينا والناموس للسيد احمد بن زايد بن طرجم السهلي على فوز شاهين بالمركز الاول، بديع في ثاني المراكز السيد سالم بن دخيل الله المري، ولكن شاهين راح شاهين وانتزع المركز الاول. تهانينا والناموس للسيد احمد بن زايد بن طرجم السهلي على فوز شاهين بالمركز الاول. تهانينا والناموس اما اللي في ثاني المراكز وصل بديع للسيد سالم بن دخيل الله المري، وفي ثالث المراكز بدعو المكي الشواهين لسيد حمد بن محمد المري مع شواهين في اول المراكز. ثالث المراكز هذه الشاهينيه بدعو المكي الشاهينيه لسيد احمد بن حسين، ولكن الذيبه حتى هذه اللحظات وبدون اي اوامر مع الذيبه في هذه اللحظات. هذه الذيبه ايها الحبل الكريم منتزع المركز الاول ومسيطره سيطره تامه. شواهين في ثاني المراكز لسيد حمد بن محمد المري، ولكن الذيبه انتزعت المركز الاول الذيبة حتى هذه اللحظات. العصا في البطان لم تصدر عليها اي اوامر، وفي هذه اللحظات كما تشاهدون هذه شواهين تحاول ان تضغط لانتزاع المركز الاول مرة اخرى. هذه شواهين وكذلك بدون اي اوامر. هذه اللي في اول المراكز الذيبة للسيد مبارك بن محمد الدين، نقول تهانينا والناموس على فوز الذيبة بالمركز الاول بدون اي اوامر. في ثاني المراكز شاهين للسيد حمد بن محمد المري كذلك بدون اي اوامر، وفي ثالث المراكز بن عبد الله العطيه، ولكن عز الجيش حتى هذه اللحظات. ولطيف واصل واصل جمع الكباش الى محاله، واصل مع لطيف في هذه اللحظات في ثاني المراكز يحاول ان يتسلل لانتزاع المركز الاول. وعز الجيش حتى هذه اللحظات بدون اي اوامر تعود ملكية عز الجيش لسيد محمد بن حمد المقلوم. هذا عز الجيش هذه اللحظات مسيطر سيطرة تامة في ثاني المراكز. هذا لطيف لسيد جمعة الكباشي في ثاني المراكز يحاول أن يتسلل لانتزاع المركز الأول، ولكن عز الجيش حتى هذه اللحظات في أول المراكز تعود ملكية عز الجيش لسيد محمد بن حمد المقلوم. ثاني المراكز لطيف لسيد جمعة الكباشي، ولكن عز الجيش مسيطر سيطرة تامة وانتزع المركز الأول بدون أي أوامر. قلت تهانينا والناموس لمالك عز الجيش محمد بن حمد المقلوم في ثاني المراكز. هذا لطيف لسيد جمعة الكباشي في ثالث المراكز. السيد علي بن عبد الله آل يحيى مع الذيبة في هذه اللحظات، كما راينا هذا الشعار على العديد من الاسماء. هذا شعار شديده، هذا شعار شديده، ولكن في على ظهر الجذابه في هذه اللحظات. هذه الجذابه للسيد علي بن عبد الله ال يحيى من اللي في ثاني المراكز. هذه سلام للسيد حمد بن علي بن محمد الشرابه، واصل ذيبه في ثالث المراكز للسيد مبارك بن محمد الدهن. وعلى فكره بدون اوامر الثلاثه الرقصات الغاي، هذه الثلاثه اللي بهذان اللغة. هذا الرقصة تلغاي وبدون أي أوامر. هذه الجذابة في أول المراكز ادعو الملكية الجذابة للسيد علي بن عبد الله آل يحيى أم اللي في ثاني المراكز، وتسللت هذه سلامة للسيد حمد بن علي بن محمد الشرابي. نقول تهانينا والناموس على فسرا بالمركز الاول. اما اللي في ثاني المراكز الجذابه للسيد علي بن عبد الله آل يحيى، وفي ثالث المراكز وصلت الذيبه ابن مايقا الاحبابي في اول المراكز. هذا هو شاهين كما تشاهدونه على شاشه التلفزيون في هذه اللحظات. اغلع طيران الناموس وبخطوين في مطار العامريه الدولي مع شاهين للسيد حامد بن علي بن مايقا لسعاده حامد بن علي بن مايقا الاحبابي في هذه اللحظات. هذا هو شاهين يا الحبل الكريم، هذا ومع الكابتن سالم بن جهمان. هذا هو شاهين يا الحبل الكريم منتزع المركز الأول. نقول تهانينا والناموس للسيد لسعادة حامد بن علي بن مايقا الأحبابي على فوز شاهين بالمركز الأول. ولكن الجمع واصلين، اللي واصل الباز للسيد علي بن عبد الله آل يحيى واصل، ولكن شاهين والباز، الباز شاهين وانتزع المركز الأول. شاهين تهانينا والناموس على هذا الفوز. اما اللي في ثاني المراكز وصل الباز للسيد علي بن عبد الله ال يحيى، وفي ثالث المراكز الله ابناء جمهوريه السودان يقاتلوا من اجل الناموس، من اجل الفوز، من اجل التحدي، من اجل الناموس. الكباشي الكباشي وكردفان وسودري وحمره الشيخ وتنه ومبادر، الله
حسين بن علي الكباشي ابناء المناطق. الله الكباشي 200 متر اخيره ولكن وصل مزعل ليزعل الكباشي ليزعل الكباشي. اوب يا كباشي اوب يا كردفان. سلام جمهوريه السودان سلام جمهوريه السودان محل ما يسكن الكباشي. سلام يا كباشي سلام يا زيب سلام. تهانينا لمالك الزيب حسين بن علي الكباشي واهالي جمهوريه السودان تهانينا. والمركز الثاني كان من نصيب مزعل ابناء فرج بن علي المشروم. والمركز الثالث